الحلقه اللي فاتت او امبارح قلنا اتحاد الطايره بيمنع مشاركه اللاعبين الدوليين، النهارده اتحاد الطايره بيقرر مشاركه اللاعبين الدوليين، يوم الاثنين لا، النهارده اه. اتحاد الطايره الاستاذ كابتن احمد عبد الدايم القائم باعمال رئيس الاتحاد بسمح للاعبين الدوليين بالمشاركه زي ما احنا شايفين الجوابات قدامنا اهي. ده الجواب سيد هادي كذا، نفيد سيادتكم علما بانه تقرر اشتراك اللاعبين الدوليين حتى نهايه مباراه الدور التمهيدي لدوري الممتاز رجال للموسم الرياضي 19-20. تفضلوا رئيس اللجنه المؤقته لاداره شؤون الاتحاد الكابتن احمد عبد الدايم. مش عارف يعني، بكلمكم بسرعه، مش عارف يعني الاول امبارح الاتحاد بيقرر شيء وبعد جواب النهارده بيقرر شيء تاني. طب هو قال الاول هندي راحه عشان اللاعبين دول يستريحوا، لان اللاعبين جايين مجهودين عندهم تعبانين جدا، عندهم تعب وارهاق شديد جدا من بطوله العالم. اللعيبه دي لعبت 11 ماتش في اقل من 15 يوم. انا مش عارف بصراحه ازاي الاتحاد بيقرر ده واللعيبه هتكون مجهده. طب اللعيبه دي لسه عندها بطوله افريقيا، انا بتكلم عن منتخب مصر كمان مش بتكلم عن النادي الاهلي، على منتخب مصر. منتخب مصر عندهم بطوله مهمه جدا في شهر يناير، لكن قرار بالنسبه لي انا شخصيا قرار غريب، لكن اكيد بنحترم كل القرارات الصادره من الاتحادات المصريه، واكيد لكن احنا بنوضح الصوره قدامنا ان قرار بيطلع من يوم الاثنين بيتغير يوم الاربع. الله اعلم ايه اللي حصل، لكن اكيد في اسباب لتغيير القرار. يا ريت كابتن احمد عبد الدايم يكون متواجد معانا على التليفون لو نقدر عشان نعرف اسباب التغيير ايه اللي حصل بالظبط. لكن الاهلي الجوله الجايه ان شاء الله باذن الله ناقص له 3 مباريات النادي الاهلي على ختام الدور التمهيدي والدخول الى الادوار النهائيه. ان شاء الله باذن الله الاهلي الجوله الجايه هيلاعب نادي هليوبلس على صاله الامير عبد الله الفيصل. عايزين بس نبص على حاجه مهمه قبل ما نقفل الخبر، الخطاب اللي فات على طول. تاريخين والاثنين مع بعض ورا بعض بيجوا. هنبص على الخطاب قدامنا على الشاشه. ده الخطاب الاولاني اهو، نفيد سيادتكم علما بانه تقرر منع اشتراك اللاعبين الدوليين حتى نهايه مباراه الدور التمهيدي. كويس، ده للموسم الرياضي 2019-20، ده يوم 19/10. على طول اللي بعديه بالاشاره الى الثاني السابق كذا باستثناء في اعداد اللاعبين يسمح اللاعبين الدوليين بالمشاركه في للكره الطايره. الاثنين دول اتبعت يوم 25/10 الجوابين ورا بعض، زي دي الصوره اللي قدامنا، دي الصوره اللي قدامنا، جوابين ورا بعض، خطاب ورا بعضيه. فيعني اكيد كابتن احمد عبد الدايم عنده وجهه نظر واكيد بنحترم وجهات النظر وبنحترم كل الاتحادات المصريه، لكن بنوضح الجوابات اللي بتيجي للنادي الاهلي عباره عن ايه.